بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الثانوية العامة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامج مدرسة على الهواء. طلابي الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. اللهم اجعله بشرة خير لكم بإذن الله، واجعل هذه الأيام المباركة فيها أنتم قادرون على تحقيق المستحيل بإذن الله. 10 أيام فقط تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، 240 ساعة. دائما أذكركم، ليس من أجل أن أضع القلق، ولكن على العكس من أن أضع الثقة والإيمان. على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. دائما أذكر الطلاب الأعزاء بأن الوقت هو أهم ما في الأشياء، وهو من خلاله التنظيم الجيد الذي به نستطيع أن نحقق ما نريد. كل الدعوات لكل الطلاب بإذن الله بأن يحققوا ما يريدون، كل دعوات الآباء والأمهات وكل دعوات المصريين، ونحن معهم من أجل طلاب الثانوية العامة، من أجل أن يحققوا القمة بإذن الله. طلاب الأعزاء، كما عودناكم نحن دائما معكم، وفي هذه الأيام نضع أيدينا على أهم النقاط التي نستطيع من خلالها وضع أهم الصورة الأساسية لامتحان الثانوية العامة 2018. كتير من الطلاب قالوا لنا التعبير مش هنجيب على سؤال التعبير ازاي، وانا ما بعرفش اكتب موضوع تعبير، وانا خطي وحش واسلوبي وحش و و و و واحنا كنا وعدناكم ان احنا باذن الله سنتناول التعبير بالتفصيل. التعبير 14 درجة، التعبير 14 درجة، 14 درجة، وهذا معناه أنه لابد أن نضع في الاعتبار درجة التعبير. ده درجة القراءة 7 درجات، ودرجة القصة 6 درجات، يعني الاثنين 13 درجة. إذن 13 درجة للقراءة والقصة، و14 درجة للتعبير وحده. يبقى لابد أن نضع في اعتبارنا التعبير. تعبير عبارة عن تعبير وظيفي وتعبير إبداعي. التعبير الإبداعي عليه 10 درجات، والتعبير الوظيفي 4 درجات. طيب أنا لما أجي أجاوب سؤال التعبير أتعامل إزاي؟ أولا أنا عاوزك تحط في اعتبارك إن يعني النظام الجديد كراسة الامتحان أو البوكلت يعني سهل علينا الأمر. ليه؟ لأنه مش عاوز كتابة كتير زي زمان. هو بيقول لك اكتب في حدود 5 أو 6 فقرات، كل فكرة طبعا بتبقى من 5 ل 6 ل 7 سطور. اذا يعني هو عايز موضوع تعبير مركز، انت ستضع كل تفكيرك في مجموعة من الفقرات الصغيرة لابد ان تضع فيها كل الاسلوب الجيد. طيب خليني اقول لك كده نقاط اساسية مع بعض. اولا انا الخط الجيد. طيب يا استاذ انا خطي وحش. مفيش حاجة اسمها خطي وحش. انا عايز اقول لك انا مش محتاج انك يعني مش عايز خط، يعني انت مش رسام، انا بس كل اللي عاوزه ان الخط يكون مقروءا، يعني الدلدال والسنسين كده. في عندنا نقطة اساسية جدا، هي ان احنا في كراسة الاجابة ديت عندنا وقت، يعني عندنا وقت ان احنا نكتب كراسة الاجابة اللي هي البوكلت. ليه؟ اولا لان هو محدد لي زي ما قلت لك جزء صغير للتعبير، ثانيا في باقي الفروع هو جايب مكان للإجابة، فأنت مش هتاخد جزء من الإجابة وتفضل تاخد من ورقة الأسئلة لورقة الإجابة، ده كله يبقى يعني هيدي لك براح في الوقت أكتر من النظام القديم. طيب ده معناه إيه في التعبير؟ معناه إن أنا عايز أدي للتعبير حقه، بس أنا دايماً بقول لك برضو نظم وقتك، يعني أنا هقول لك على تنظيم الوقت في إن شاء الله ليلة الامتحان. لان انا ابدا بايه وانهي بايه والكلام ده هنقوله، والوقت وازاي المراجعه والكلام ده هنتكلم فيه، لكن انا بقول لك دلوقتي عن التعبير. اول حاجه الخط الجيد واحده واحده عشان الحرف يكون مقروءا. طيب ثانيا انا عايزك تفكر مع نفسك وتحط افكار لنفسك، حتى لو مش هتكتب عناصر. هو الاساس في موضوع التعبير دلوقتي مش العناصر اللي انت هتكتبها، الفقرات اللي انت هتكتبها. حتى لو مش هتضع عناصر انت مكتوبه، انت ممكن تكتب عناصر طبعا، يعني مش حاجه وحشه طبعا، لكن انت حتى لو مش هتضع عناصر انا عايزك تفكر كل مجموعه هتكتبها ازاي. المقدمه، الافكار، الخاتمه.
المقدمة بلاش المقدمات المحفوظة، يعني أمسكت القلم فلم أجد كلمات أتحدث بها عن هذا الموضوع، أو مما لا شك فيها أن هذا الموضوع من الموضوعات الجميلة. يعني المصحح لابد أن يعلم أنك لك أسلوبك الخاص بك. هذه المقدمات المحفوظة تجعل المصحح يعني يفهم أنك حافظ للامتحان. نحن نقيس في التعبير قدرتك على كتابة موضوع تعبير من تفكير، فلا بد أن يكون لك فكر واضح. طيب، أنا أرى أن المقدمة تكون من رأس الموضوع، يعني مثلا يجي يقول لك تحدث في إحدى الموضوعين التاليين شباب مصر هم الأساس من أجل البناء والتعمير والتنمية، اكتب في هذا الموضوع. فأنت هتاخد الشباب دي، تاخد كلمة الشباب وتبدأ تتحدث عن الشباب وقدرتهم كبداية أو كتعريف للشباب. الشباب هم أمل الأمة وهم مستقبل الغد، وبهم تقوم الأمم وتستطيع أن تنمو وتزدهر. مقدمة عن الشباب، تمام؟ طيب، بعد كده بتبتدي تكتب الفقرات. أنا هقول لك الأفكار اللي ممكن تكتبها في أي موضوع تعبير. يعني ممكن نكتب مثلا دور الدولة، وسائل الإعلام، رأي الدين، مثلا قدرة الناس على التعاون من أجل كذا، قدرة الناس على التصدي لكذا، التصدي أو التعاون. لو الموضوع من الموضوعات الجيدة، يعني مثلا بيتحدث عن التعاون، بيتحدث عن الشباب، بيتحدث عن التنمية، يبقى جهد المصريين من أجل تنمية أو دفع كذا. لو الموضوع بيتحدث عن أمر سيء زي الإرهاب، زي مثلا الكسل، دور المصريين في القضاء على كذا، تمام؟ يبقى احنا عندنا بعض الافكار ان انت ممكن تستخدمها في كل موضوعات التعبير. ده غير انت بقى اسلوبك انت في الكتابه. طيب، ايه تاني؟ انا هبتدي اكتب بحاجه اسمها نظام الفقرات. ايه نظام الفقرات دي؟ هقول لك حالا. بص معايا، نظام الفقرات ان انت بتكتب، بتسيب جزء صغير كده. انا عايزك تبص معايا على الشاشه، يعني صغير جدا جدا في بداية كل فكرة، وتكتب وتيجي بقى السطر التاني ما تسيبش الجزء الصغير ده. يعني هو يعني حوالي سنتي أو نص سنتي كده تبدأ بيه وتكمل خمس ست فقرات، خمس ست سطور، يبقى دي فقرة. خلصت الفقرة تحط نقطة وتبتدي فكرة جديدة بأن انت تسيب حتة صغيرة برضو تانية دي. طيب، ما بين الفقرة دي والفقرة دي سيب لي سطر، ما بين الفقرات عايزك تسيب سطر. ليه؟ لأن دي بداية فكرة ودي بداية فكرة أخرى، دي عنصر ودي عنصر، وبنكتبها بنظام الفكرة. أي دي اسمها فكرة. طيب، تاني بنسيب حتة صغيرة في البداية معناها بداية فكرة، ونكتب اللي احنا هنكتبه في هذه الفقرة، ثم نبدأ الفقرة التي بعدها أو تليها بأن نترك سطرا ونكتب بنظام الفقرات كده. طيب، هنكتب خمسة ستة سبعة فقرات. طيب، بعد كده بنكتب بحاجة تانية. أنا عايزك تكتب بأسلوب، يعني تغير الأساليب. أنت درست هذا العام والعام السابق كثير، درست كثيرا من الأساليب، زي مثلا اسلوب التعجب، واسلوب الاختصاص، واسلوب الاستفهام، واسلوب الاستثناء، اسلوب الاغراء، واسلوب التعزير. انا عايزك لو كل فكره تبداها باسلوب جديد. ده يبين انت عارف لما كنا بندرس، يعني من سمات الكاتب الجيد اللي هو تنوع الاسلوب بين الخبري والانشائي، يعني لان هذا يعطي للموضوع حيويه واثاره. انا عاوزك انت تعمل كده. ازاي؟ كل فكرة من الفقرات اللي عندك، أو يعني مثلا لو هم ست فقرات، ابدأ منهم أربعة بأسلوب مختلف، والأسلوبان الآخران أو الفقرتان الأخرتان اكتبهما بأسلوب خبري. يعني ابدأ مثلا إن مصر الشباب كده. طب إيه الأساليب؟ يعني مثلا أنا عندي أسلوب تعجب، أقول مثلا إيه، بنتكلم عن الشباب أو مصر، ما أجمل مصر، ما أروع الشباب، أو أروع بالشباب. ما أنت دارس أسلوب التعجب، أستخدمه، ما أنا فاهمه وأقدر إن أنا يعني هو أصلا النحو واللغة العربية جمالها إن أنت تقدر إن أنت تستوعبها وتوظفها صح، طالما أنا دارس وفاهم.
مثلا استخدم اسلوب الاختصاص، اقدر اقول ايه؟ نحن المصريين نسعى من اجل تقدم مصر، نحن الشباب لابد ان نعمل بكل اجتهاد من اجل مصر. يبقى اسلوب تعجب، اسلوب اختصاص. ممكن ابدا اسلوب استفهام، هل سيظل المصريون بهذا الجهد القوي؟ هل الشباب قادرون على تحقيق ما تريده مصر؟ ونكمل جنبها علامة استفهام ونجاوب نعم نحن قادرون، وهكذا. يبقى عندك اسلوب تعجب، اسلوب استفهام، اسلوب اختصاص. ممكن كمان العمل ايها الشباب، اسلوب اغراء، واياكم والكسل، اسلوب تحذير. يبقى انا كتبت بنظام، الاول فكرت عشان اكتب افكار جيده وعناصر جيده، بعد كده كتبت بنظام الفقرات، بعد كده غيرت الاساليب ونوعت بين الاساليب. الاستشهاد، استشهاد يعني ده امر جيد جدا، ان انت في نهايه فقره كده تكتب ايه قرانيه او حديث او مثلا بيت من ابيات الشعر، ولكن لابد ان تكون حافظا جيدا للايه القرانيه او الحديث الشريف او البيت الشعر، وخاصه الايه القرانيه بالطبع. مش حافظها ما تكتبهاش، مش حافظها ما تكتبهاش. كلامي واضح؟ ليه كده؟ طبعا ده قران. طيب حاول في نهايه الفكره كده تكتبها وتوظفها صح، يعني توظفها صح. انت مش حافظ ايه قرانيه كويس، نقدر نضعها مع التوظيف الجيد لها. يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، دي نقدر نكتبها مع العمل، مع الشباب، مع مصر، وهكذا. طيب بعد ما كتبت واستشهدت، اجي انا دلوقتي كتبت الموضوع تعبير، خط جيد، كتبت بنظام اسمه نظام الفقرات، الافكار جيده، نوعت الاساليب، استشهدت، كتبت خاتمه جيده يبقى بتلخص فيها الموضوع وبتضع اهم النقاط الاساسيه، او النهايه دايما بتكون الدور بقى اللي لابد ان نقوم به، يعني بتنهي بنهايه طيبه من خلالها. انت عارف كده لما بتكون بتقرا موضوع قراءه او بتقرا مقال في جريده، بتكون النهايه وكانها ملخصه لما يريد الكاتب ان يقوله في كل عناصر المقال. طيب كتبت بالاسلوب ده وبالطريقه دي، احنا كده ناخد باذن الله درجه كامله. هو ممكن حد يجيب درجه التعبير كامله يا استاذ صلاح؟ ممكن. في قرار كان نازل ان اللي يقفل الامتحان وكل الامتحان ويكون كاتب موضوع تعبير كويس يقدر ينال درجه التعبير كامله. الامر سهل باذن الله. طيب ده عن التعبير الابداعي. طب والتعبير الوظيفي؟ هقول لك، لكن تعالى كده نقرا مع بعض بعض الملاحظات وبعض التعليمات في كتابه موضوع التعبير. بصوا معايا. أبناءنا طلاب وطلاب الصف الثالث الثانوي. في البداية هناك بعض الملحوظات التي ينبغي مراعاتها عند كتابة موضوع تعبير جيد، منها قراءة رأس الموضوع قراءة مركزة لنستخلص منها الأفكار التي تساعدنا على الكتابة في الموضوع. زي ما قلت لك رأس الموضوع، أنت من خلال رأس الموضوع تقدر تجيب بعض الأفكار وبعض الأساسيات والعناصر من خلال كل كلمة في رأس الموضوع، كل كلمة تستخرج منها عنصر تقدر تكتب فيه. طيب نرتب الأفكار بحسب أهميتها، زي ما قلت لك هنبدأ مثلا بمقدمة، وبعد كده دور الدولة أو دور الشباب، وبعد كده دور الدولة ودور وسائل الإعلام، رأي الدين، بعض الأفكار اللي هي ليها أهمية. وده غير الأفكار اللي أنت ممكن تكتبها عن الموضوع ده، أنا بقولك دي الأفكار دي نقدر نكتبها في أي موضوع تعبير. التمهيد المناسب للموضوع زي ما قلت لك بمقدمة استهلالية، يا ريت ما تكونش محفوظة زي ما قلنا في البداية. نتناول الأفكار في عرض مسلسل يبدأ بالمقدمة وينتهي بخاتمة مركزة. نحاول أن نتجنب موضوع تجنب الوقوع في الأخطاء الإملائية أو النحوية. طبعاً طبعاً لازم ناخد بالنا من الحكاية دي، يعني ما تجيش تنصب لي الفاعل أو ترفع لي المفعول به
وعاوزني ادي لك الدرجه كامله. لا ده انا ممكن ديت وتبقى باينه جدا، تقول لي وقد قام المصريين. مصريين ايه؟ ده انت طالب ثانويه عامه. لا لازم الحاجات اللي زي ديت تاخد بالك تماما منها. طبعا انا والاخطاء الاملائيه، ما ينفعش ان انا كطالب ثانويه عامه تلاقيني مثلا اقول ايه وقد كان الطالب او قد كان الشاب قادرا، تلاقيني كاتب قادرا بالنون. ده كلام ينفع؟ لابد ان انت تكون في الاملائيه، في الاملاءات اللي هي اللي بتبقى مكتوبه فيها دي، او اي انت راجل دلوقتي او بنت او ولد بتتعامل مع امتحان ثانويه عامه، فالاملاء ده امر مهم جدا بالنسبه لك. تكتب لي التنوين تنوين، وتكتب لي النون نون، وسين يعني انا طبعا يعني هتكلم في اخطاء املائيه لطالب الثانويه العامه، لا لازم تاخد بالك اخطاء املائيه واخطاء نحويه، لان ديت برضو عليها درجه من الدرجات العشره اللي انت هتاخدها. ومش بس كده، دي بتدي للمصحح زي رؤيه، ده طالب مش عارف يتملى، ده طالب مش عارف الاخطاء النحويه، يبقى هياخد درجه التعبير؟ ما ينفعش، لازم الحاجات دي تاخد بالك منها تماما. طيب ايه تاني؟ ينبغي تأييد الأفكار باستشهادات متنوعة، لكن أنا قلت لك الاستشهاد سنة تالتة لابد إن أنت تكون حافظ الآية اللي هتكتبها جيدا، لو مش حافظ ما تكتبش، لكن الأفضل تكون حافظ ويعني أكتر من آية وتقدر تستشهد بيهم وتكون حافظهم حفظا جيدا. طيب آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات من الشعر، حكم وأمثال، وممكن أقوال مأثورة. نستفيد في كتابة الموضوع من دراستنا لدروس القراءة أو النصوص؟ أه طبعا، يعني إحنا لو عندنا مثلا إحنا عندنا دروس قراءة زي إرادة التغيير ديت، ممكن نكتب من خلال أفكار اللي هي موجودة في إرادة التغيير، أو نصيب العرب من الحضارة، أو مثلا قيم إنسانية، أو العلم في الإسلام. هذه الدروس من خلالها نستطيع أن نستخلص بعض الأفكار الكثيرة في كثير من الموضوعات. طب هو لو جاب لي موضوع عن الشباب هكتب إيه؟ إرادة التغيير. إرادة التغيير إن بالإرادة والعمل والسعي، وإن لابد أن يكون هناك هدف، والهدف ده لابد أن يكون هدفك أنت. هذه الأفكار تستطيع من خلالها أن تتحدث في موضوعات التعبير، يعني أنت توظف وتفكر. ما هو ده القدرة على التعبير، القدرة على التفكير، القدرة على القراءة، ده يمكن من أهم الأشياء اللي بنخرج بيها من اللغة العربية، إن احنا نكون قادرين على كتابة مقال، كتابة موضوع تعبير جيد. طيب إذا عندنا موضوعات قراءة نقدر نستفيد منها، عندنا كمان نصوص نقدر نستفيد منها، عندنا نص غربة وحنين، لو جه أي حاجة في الحديث عن الوطن ممكن نكتب بعض الأبيات، أو ممكن وطني لو شغلت بالخلد عنه نادعتني إليه في الخلد نفسي، وعندنا أهواك يا وطني، وعندنا نص مثلا التكافل الاجتماعي في الإسلام لو بيتكلم درس عن التعاون بين الناس، أو موضوع التعبير عن التعاون بين الناس هو أساس التنمية وأساس النهوض. التكافل الاجتماعي في الإسلام من أوله إلى آخره بيتحدث عن ذلك. لو جه الموضوع مثلا عن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، عندنا نص الكنيسة نورت وكل الأفكار اللي فيه بتتحدث عن ذلك. فأنت تقدر تستفيد من موضوعات القراءة وموضوعات النصوص اللي عندك في كتابة موضوع تعبير جيد. طيب الهدوء وعدم التسرع وحسن وجمال ووضوح الخط، يعني لازم الشكل يبقى جيد في الخط. مش عاوز يعني انا بقولكش تبقى رسام، لكن انا عاوز الحرف يكون ظاهر، مش عاوز يبقى كاتب لي السين مش عارف دي سين ولا شين ولا ايه، لا ما ينفعش، لازم يكون الخط واضح مع استخدام علامات الترقيم المناسبة. ازاي يعني؟ مثلا النقطة بعد ما تنتهي من جملة، او من تنتهي من كل فكرة تضع نقطة. لو انت مثلا وضعت سؤال زي ما قلت لك هتضع علامة استفهام، لو مثلا هتقول وقد قال فلان او قد قال الشاعر هتضع نقطتين نقطتين فوق بعض كده. هذه الاشياء مهمة، لو هتنتقل من حاجة لحاجة بتضع فاصلة اللي هي علامات الترقيم المناسبة، بحيث ان انت تقدر توضح ايضا للمصحح ان انت فاهم امتى يتحط النقطة وامتى تتحط الفاصلة وامتى تتحط النقطتين فوق بعض، وده بيبقى كمان في تنظيم شكل الورقة واضح مع
الكتابة بنظام الفقرات، ده كله أمر مهم جدا تقدر من خلاله أن تنال الدرجة كاملة بإذن الله. كتابة الموضوع على شكل فقرات متنوعة في عدد السطور مع مراعاة ترك مساحة في بداية كل فقرة، زي ما قلت لك تضع كده ما بين الفقرات مساحة سطر ما بين كل فقرة وفي التانية. محاولة ضبط وتشكيل الموضوع قدر المستطاع، يعني ده أنا عارف إنه هيبقى صعب خلاص دي بلاش، عشان ضبط الموضوع أو التشكيل بيبقى بيعتمد على النحو وهياخد مننا وقت كتير، لكن أنا مش وده مش يعني مش هتزود الدرجة، لكن أنا اللي يهمني جدا إن أنت تكتب بنظام الفقرات والخط الجيد. طيب موضوعات نتدرب من خلالها في موضوع مثلا المعاملة الحضارية للسائح تحقق لمصر عائدا اقتصاديا وسمعة طيبة، تعال نشوف كده ازاي ده هنكتب عليه. العناصر طبعا أهمية السياحة زي ما قلت لك هناخد العنصر الأولاني ونتكلم عليه كمقدمة أهو، أهمية السياحة في الدعم الاقتصادي القومي لمصر، أنواع السياحة، السياحة الترفيهية والسياحة سياحة الآثار والسياحة الموجودة على سياحة الشواطئ وغيرها، إظهار مكانة مصر التاريخية، ضرورة معاملة السائح معاملة طيبة تكشف عن المعدن الأصيل لشعب مصر، أهمية العناية بنظافة الأماكن السياحية، إعطاء السائح بعض من الهدايا التذكارية حتى نترك في نفسه انطباعا طيبا، أثر المعاملة الطيبة والاستقبال الجيد للسائح في إحداث سمعة سياحية طيبة لمصر. أنا عايز أقول لك حاجة، أنا دلوقتي كتبت عناصر طيبة أقدر من خلالها أكتب موضوع تعبير جيد، أنا ممكن موضوع التعبير الجيد عن السياحة، ممكن عن التعاون، ممكن عن المشروعات التي تقام على أرض مصر، ممكن يجيني يقول لي مصر هي دائما في القلوب، ماذا نفعل من أجلها، الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، العمل هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم، السلام، القدس مدينة عربية. طبعا لو جالي سؤال أو موضوع تعبير عن القدس تقدر من خلاله تتحدث، او من خلال موضوع القدس اللي عندنا في درس القراءة تتحدث وتكتب بسهاب، التعاون العربي، كل هذه الاشياء تقدر ان تتحدث فيها، القضاء على الارهاب، تعاون المصريين فيما بينهم من اجل القضاء على المحن وان تنقضي كل المحن التي تقف امامهم، هذه الاشياء تقدر ان انت تتحدث فيها باسهاب وتقدر ان انت تكتب كل ما لديك، بس تستخدم اللي انا قلت لك عليه، كتابه بنظام الفقرات، الافكار الجيده، الاسلوب الجيد، الخط الجيد، كمان الاستشهاد، وتكتب مقدمه جيده ونهايه جيده، وفي نفس الوقت ممكن تكتب الاساليب وتنوع الاساليب زي ما قلت لك، ده كله هيخليك تكتب او تاخد الدرجه كامله. طيب ده عليه 10 درجات. هقول لحضرتك دلوقتي بقى التعبير الوظيفي. التعبير الوظيفي بيجي عبارة عن ايه؟ هو في الفترة الأخيرة ابتدى يقول لك مثلا اكتب 8 أو 7 أسطر، اكتب 8 أو 7 أسطر في مثلا مقترحات في حل مشكلة التعليم كده. هو عايز يشوف قدرتك على كتابة موضوع صغير، يجي يقول لك اكتب مثلا تقريرا عن زيارة مستشفى سرطان الأطفال، يجي اكتب رسالة لصديق لك تهنئه بمناسبة العام الجديد، او اكتب رسالة للمنتخب المصري بمناسبة وصوله لكأس العالم. هذه بعض الاشكال للتعبير الوظيفي. اتعامل معاها ازاي بقى يا استاذ صلاح؟ حاضر، انا عايز اخد الاربع درجات كامله. حاضر، بص، اولا انا هو عايز يشوف قدرتك على كتابه موضوع التعبير الصغير، انا عايزك تكتب مثلا مقترح او اكتب مثلا فكره تتحدث فيها عن مشكله الفقر وكيف نقضي عليه في مصر، ويعني حاجه صغيره كانك بتكتب فكره من فقرات موضوع التعبير، بس مراعاه فيها علامات الترقيم. علامات الترقيم دي مهمة جدا في التعبير الوظيفي، وطبعا بتكتبها بتبقى واضحة، والفكرة بتكون بتتناول الأمر اللي هو بيقولك عليه بشكل مركز. يعني اكتب مثلا، يجيب لك جملة صغيرة كده ويقولك ايه، الصديق وقت الضيق، تحدث عن مفهوم هذه العبارة في 5 أسطر، كأنك بتكتب موضوع تعبير صغير عن الصداقة، صديق وقت الضيق هو الذي يقف بجوار صديقه وقت الشدة، ولابد جميعا أن نبحث عن الصديق الذي يستطيع أن يكون بجانبك، فاختيار الصديق أمر مهم، وهكذا.
انت بتكتب كأنك بتكتب فقرة من فقرات موضوع التعبير عن هذا، بتتناول فيها الامر بشكل مركز ومع مراعاة علامات الترقيم. تمام؟ طيب لو انا دلوقتي قال لي رسالة يا استاذ صلاح، هكتب الرسالة ازاي؟ هتكتب رسالة بنفس الشكل اللي انا بقولت لك عليه، لكن الرسالة فوق، الرسالة غير البرقية، البرقية بتبقى مختصرة جدا. انا عايزك فوق بتكتب رسالة الى كذا، مثلا لو قال لك الى المنتخب الوطني، الى المنتخب الوطني العظيم، لقد حققت لنا كثير من الفرحة بعد أن وصلت إلى كأس العالم، ونتمنى أن تحقق انتصارات رائعة. أنت بتكتب رسالة، رسالة، أو يجي يقول لك اكتب رسالة لرجال الشرطة بسبب ما حققوه من تضحيات من أجل الوطن. أه، تقدر تقول أنت اللي في الرسالة ديت الأمر اللي أنت عاوزه لرجال الشرطة، والشكر والثناء رجال الشرطة، المنتخب الوطني، رجال الدين، أي رسالة تقدر تكتبها في هذا. يعني بص، بص معايا كده، اكتب رسالة شكر إلى رجال مصر. ده أنا هتعامل معاه، أنا بتعامل هنا على إنه تعبير وظيفي، وظيفي، الذين يتفانون في أداء واجبهم في كل في موقعه، رجال الشرطة بقى، ورجال المنتخب الوطني لكرة القدم، أو رجال القوات المسلحة وغيرهم، كي يحققوا لمصر مستقبلا آمنا وحضارة مستقبلا. هتعمل ايه؟ انت بيقول لك في حدود 7 أو 8 أسطر. طيب هتيجي تكتب في النهاية زي ما قلت لك كأنك بتوجه الرسالة فوق، يبقى إلى كذا، وتكتب الرسالة فيها الثناء والشكر، وكأنك بتكتب فكرة من فقرات موضوع التعبير، وفي النهاية الراسل، وتكتب نقط. طبعا ما تكتبش أي اسم إلا لو هو قال لك من الشعب المصري مثلا، من أو الراسل الشعب المصري، وهكذا. انت كده تقدر تتعامل مع الامر بسهولة جدا ووضوح جدا، وتاخد الدرجة كاملة بتاعت الرسالة او الفكرة، او يجي يقول لك اكتب مقترحات عن تطوير التعليم في مصر في 8 أسطر مثلا زي ما جه قبل كده. تحت تتكلم برضو كأنك بتكتب فكرة من فكرات الموضوع التعبير بطريقة مركزة مع مراعاة علامات الترقيم. تاني بقول لك، موضوع التعبير من الموضوعات من يعني من الفروع المهمة جدا. مش عاوزك تتعامل مع يعني التعبير على انه هتكتبه خلاص، انا عايز اتناول او اخد ال 14 درجة كاملة، ونقدر ناخدهم طبعا. في ناس بتجيب ال 80 من 80 باذن الله، تكون كتير منكم منهم تقدر تاخدهم باذن الله. انا عايزك تتعامل مع على انه درجة باذن الله تقدر تاخدها، وان انت بتتعامل معاه على انه فرع لابد ان هو ياخذ حقه، زي ما كده بتدي للبلاغة حقها، وبتقعد تذاكر النصوص، وبتقعد تذاكر القراءة، تقعد تركز في انت هتكتب موضوع تعبير ازاي، هتكتب بنظام الفقرات ازاي، الاساليب اللي قالنا عليها استاذ صلاح، والخط الجيد، ومفيش اخطاء نحوية، ومفيش اخطاء املائية، لازم ان احنا نكون باستشهاد، والاستشهاد لابد ان احنا نكون حافظينه كويس قوي. ده امر مهم جدا وانت بتتعامل مع موضوع التعبير. انا عاوزك تنال الدرجة كاملة باذن الله. تمام كده، احنا تناولنا موضوع التعبير، وطبعا اي واحنا طبعا في ليالي الامتحان هنجيب نماذج لبعض اشكال موضوع التعبير، واحنا بنحل النماذج المهمه اللي هي على شكل امتحان الثانويه العامه 2018، ونكون باذن الله في اجزاء منها، ونوفق باذن الله في وضع ايدينا على اهم النقاط الاساسيه في امتحانات الثانويه العامه. وانا دايما بقول ان انت تقدر تجيب الدرجة وتقفلها، ومش هنعتمد بس على ان احنا نتوقع، لا، احنا نقدر نكون من خلال ان احنا لمينا المنهج كله وقدرنا نفهم المنهج كله، تقدر تجاوب على اسئلة الامتحان وتكون فاهم لأسئلة الامتحان. انا عايزك كمان في الفترة اللي جاية دي تنظم الوقت، تنظم الوقت في العشرة ايام القادمة دي، تنظم الوقت. حد هيقول يا استاذ صلاح طب اذاكر الصبح ولا بعد الفطار؟ ولا كل واحد وليه قدرته. انا واحد وهو صايم ما بيعرفش يكون، ما بيعرفش ازاي، بس يعني تقدر ما بين يعني مثلا الظهر والعصر، او ما بين العصر والمغرب. طيب انا نمت فضلت طول الليل سهران، هذاكر بالليل وانام شويه بالنهار في وقت الحق. يعني انت تعامل مع الوقت، هو بتاعك، هو بتاعك وقدرتك انت، لكن نظم وقتك. طيب العربي يتنظم ازاي؟ انا عايزك لما تيجي تذاكر، وده رأيي، ان انت ما تذاكرش تقول النهارده نصوص، النهارده قراءة، بكرة قصة، لا، انا عايزك تذاكر مثلا نص او نصين، درس قراءة،
فصلين قصة وتحل النحو. وحتى في النصوص وانت بتذاكرها لازم ان انت تحل عليها بعد ما تخلص، تحل وتشوف شكل السؤال بيجي ازاي. لان في طلاب بيعملوا ايه؟ انا فاهم النص وحافظ خلاص، يعني لازم تشوف بعض الاسئله انت ممكن تكون فاهم بس السؤال يجي لك يعني بطريقه انت ما شفتهاش قبل كده، فتحس ان السؤال ده انت مش عارفه، انت تكون عارفه، تكون عارف الاجابه عنه، تقول ما طب ما انا عارف، انا عارف انك عارف. فانت عشان كده لابد ان تكون فاهم شكل السؤال بيجي ازاي، يعني ما دلاله كلمه كذا، ما ايحاء كلمه كذا، الاسئله اللي بتيجي والاسئله الاستنتاجيه لازم تكون متعود عليها، فلازم تحل بعد انتهاء من كل سؤال. برضه بيتسأل يا استاذ صلاح، نعم، هو انا لازم اذاكر التعليق بتاع كل نص؟ ركز على التعليق بتاع النصوص النثريه، يعني لمحات من حياه العقاد، التكافل الاجتماعي في الاسلام، والكنيسه نورت، لازم تكون مذاكرهم كويس لان غالبا بيجي سؤال في التعليق بتاع النصوص النثريه. طب التعريف بالكاتب، التعريف بالكاتب او التعريف بالشعر انت تعرف يعني عنه فكره بسيطه، ولو هو ليه لقب لقب بيه زي محمود حسن اسماعيل مثلا شاعر الكوخ، تعرف ان هو لقب بكذا لان جه في سنه من السنين لقب خليل مطران بشاعر نقط وكان جاي في اختيارات. يبقى هو ده اللي يعني نركز عليه مع التعليق بتاع النصوص النثريه. لكن هو ممكن يربط في النص بالمدرسه، يعني ما سمات مدرسه الاحياء والبعث او الكلاسيكيه من خلال نص غربه وحنين، يعني يقول لك هو رابط رابط ما بين الأدب والنص، يبقى أنت لازم تكون فاهم إيه السمات اللي هي تواجدت في النص بتاعة المدرسة، ما سمات المدرسة الرومانتيكية من خلال نص المساء، يبقى أنت لازم تكون فاهم السمات اللي تحققت زي الاتجاه للطبيعة وظهور مسحة من الحزن وتشاؤم الوحدة العضوية والتجربة الذاتية، الحاجات اللي ظاهرة مثلا في نص إيه المساء. طيب دلوقتي أنت وأنت بتذاكر النصوص إحنا قلنا المفردات لازم تكون واضحة جدا، والمفردات دي أول حاجة بتتذاكر في النص، أول حاجة بتتذاكر، يعني لازم تكون فاهم المعنى والمضاد والجمع، لأن في جموع يعني هي دي ممكن يكون مركز لنا عليها، جمع فطن فطن وفطن، جمع جرس اللي موجودة في نص غربة وحنين، تلاقي ناس تقول لك أجراس يا جماعة جروس، الحاجات الصغيرة ديت لازم نكون واخدين بالنا منها. والجموع أنت من خلال المعاني هتقدر إن أنت تكون تشرح، يكون فاهم الشرح، يعني انت لو قدامك المعاني وحافظ المعاني كويس وفاهمها هتقدر تشرح بسهوله جدا. والبلاغيات انا دايما بقول في البلاغه دي ما ينفعش خالص ان احنا نقعد نحفظ كل نص البلاغيات، ما ينفعش، احنا عندنا 9 نصوص. لو هنحفظ كل نص كام صوره جماليه وكم استعاره وكم تشبيه، حفظ ايه ده؟ كله هيخش في بعض. امال انا بوري لك ازاي نجيب على سؤال ما الصوره الجماليه في كذا، تشبيه ولا استعاره ولا كنايه، وتعودنا معاها كتير وبرضه هراجعها تاني. لازم تكون فاهم ازاي دي استعاره ولا تشبيه ولا كنايه ولا مجاز، وده محسن بديعي وده اسلوب انشائي وده اسلوب خبري، دي بلاغه. فتتعامل مع النصوص على انها بلاغه، البلاغه تكون مذاكرها كويس. طبعا وسؤال الوحده العضويه والتجربه الشعريه بيجي كتير جدا في البلاغه، لازم تكون مش كتير ده بنسبه 99% لازم سؤال منهم اللي هو الوحده العضويه او التجربه الشعريه، وممكن يجوا الاثنين في سؤال البلاغه. بعد انت بتذاكر نصين، درس قراءه، فصل قصه، وهكذا في الايام وتحل. استاذ صلاح النحو ماله؟ النحو بحل يعني بذاكره كتير بس برضه بغلط، حل كتير، حل كتير واغلط. حل كتير واغلط وشوف الاجابه صح ولا غلط. طب انا ما بعرفش اعرف، احنا دايما انا هتكلم اهو في النحو. دايما بقول الإعراب فرع المعنى، وإذا صح المعنى صح الإعراب. ودايما أقول لك خد بالك من اللي هقوله قوي عشان لما نيجي نحل نماذج في الفترة اللي جاية. لما تيجي تعرب اعمل إيه؟ حط قوسين كده على أقرب جملة للكلمة اللي عندك، اتعامل مع الجملة دي على إنها جملة لوحدها كده، أقرب جملة تدي معنى كده. وشوفها إن كانت جملة اسمية ولا جملة فعلية. جملة اسمية بدأ باسم، جملة فعلية بدأ بفعل، جملة اسمية بدأ بإن وأخواتها أو كان أخواتها. طيب لقيتها جملة اسمية يبقى فيها مثلا مبتدأ، فيها خبر، فيها مضاف إليه، فيها نعت. جملة فعلية هتبقى فيها فاعل، هتبقى فيها مفعول به، برضو فيها مضاف إليه، فيها نعت. طيب أنا عايزك تاخد بالك قوي معايا من اللي هقوله في الإعراب ده. إذا بدأت الجملة، خد لي بالك بقى، إذا بدأت الجملة بجار ومجرور
تعرف ان المبتدأ في الاخر. ان مفكري هذه الامه عليهم واجب مقدس. وجاب لي خط امتحان ثانويه عامه، حط لي خط تحت كلمه واجب، عليهم واجب. طب ده دي اقرب جمله يا استاذ صلاح، عليهم واجب مقدس. الجمله بادئه بجر ومجرور، عليهم واجب. يمكن هنا انا استاذ محسن اكتر من مره نقول اللي بعد الجر والمجرور مش على طول مضاف اليه. في بعض المدرسين او بعض الناس يعني وجهت الطلاب في سن صغير ان اللي بعد الجر والمجرور مضاف اليه، فالطالب طالع على هذا الاساس على طول. قلت لك مثلا حضر الى المدرسه الطلاب، حضر الى المدرسه، جمله فعليه اهو، الجمله فعليه اهو. طالما الجمله فعليه بسال نفسي مين اللي قام بالفعل؟ حضر، مين اللي حضر؟ الطلاب. ها، فاعل صح، فاعل مرفوع بالضم. شاهدت في المدرسة الطلاب، مين اللي شاهد؟ أنا شاهدت مين؟ الطلاب، يبقى الطلاب مفعول به. طب ما فيش حضرة ولا في شاهدت، قال لي في المدرسة الطلاب، في المدرسة الطلاب، الطلاب دي تعرب ايه؟ ها، صح كده، مبتدأ مؤخر، لأن كده الجملة اسمية، وإذا بدأت الجملة الاسمية بجار ومجرور تعرف إن المبتدأ مؤخر. لو الجملة فيها بدء بجار ومجرور تعرف ان المبتدأ مؤخر. ان في التاريخ عبرا، ان في التاريخ عبرا، حط لي خط تحت كلمة عبرا. يبقى عبرا اسم ان مؤخر، اسم ان في التاريخ عبرا، اسم ان مؤخر منصوب بالفتحة. مثلا كان في الحياة، كان في الحياة دروس، كان في الحياة دروس كثيرة. إذن كان في الحياة دروس، دروس دي اسم كان مرفوع وعلامة الرفع الضمة. يبقى أنا بعمل إيه؟ أنا عايزك تاخد بالك معايا وأنا هقول لك كده بعض الإعرابات المهمة جدا. بعمل إيه؟ بشوف الجملة إذا بدأ بجر ومجرور تبقى اللي بعدها مبتدأ مؤخر. أقول لك مثلا للعلم أفكار، ويحط لي خط تحت كلمة أفكار. طيب للعلم أفكار، يبقى أفكار دي على طول مبتدأ مؤخر مرفوع. طيب عايزك تاخد بالك معايا في بعض الإعرابات اللي هقولها لك الثابتة كده، اللي يا ريت يجي لنا حاجة منها. الكلمة اللي بتيجي بعد أيها أو أيتها بتعرب نعت مرفوع، نعت مرفوع. طبعا هي ممكن تبقى نعت او مشتق، نعت او بدل لو هي مشتق او جامد، لكن انت هتكتبها نعت مرفوع. وما تنساش حضرتك تكتب نعت مرفوع بايه، لان انا عندي الاعراب عايزك تكتب ثلاث حاجات عشان تاخد الدرجه لو سمحت، وما تنساش حاجه منهم، لان كل واحده منهم اللي هو الموقع مثلا فاعل، ها، ومرفوع، دي الوظيفه، والموقع والعلامه، وظيفه وموقع وعلامه، فاعل مرفوع بالضم، الوظيفة بقى فاعل مفعول به مضاف إليه حال، ومرفوع ولا منصوب ولا مجرور، ده الأساس اللي هو الموقع والعلامة، تاخد الدرجة كاملة. طيب اللي بيجي بعد أيها أو أيتها نعت مرفوع. طب إيه تاني؟ اللي بيجي بعد لولا، اللي بيجي بعد لولا، ها، اللي بيجي بعد لولا أقول لك لولا العلم ما تقدمنا. العلم دي تعرب ايه؟ العلم تعرب مبتدأ، اللي بيجي بعد لولا على طول مبتدأ، كمل، ها، مرفوع بالضمة. طيب خد لي بالك بس من حاجة، هو ممكن يجيب لي لولا دي ويقول لك استخرج، وتكون موجودة في القطعة، استخرج مبتدأ حذف خبره وقدر الخبر. ادي العلم مبتدأ، الخبر بتاعه دايما بيبقى محذوف، تقديره موجود، موجود، يعني أصل الكلام لولا العلم موجود ما تقدمنا، ولازم الحذف هنا واجب. يعني هو يجي يقول لك صحح الخطأ مع لولا دي، لولا الأمل ما عرفنا النجاح. نعم، لولا الأمل ما عرفنا النجاح. لولا الأمل أصلها لولا الأمل موجود. طيب هو فين الخطأ؟ هو لو جاب لي كلمة موجود في الكلام يبقى ده خطأ، لازم تشيله. لولا الإيمان موجود
ما وصلنا للعلم. هنا في خطأ. ايه الايمان ده؟ مبتدأ. هو المفروض ما يحطش موجود، ما ينفعش، لان لولا اللي بعدها مبتدأ، خبره محذوف وجوبا تقديره موجود. طيب ايه تاني عندي؟ اللي بيجي بعد انما، انما بيعرب برضو مبتدأ. اقول لك انما المؤمنون اخوة، يبقى اذا كلمة المؤمنون مبتدأ مرفوع بالضم. طيب ايه تاني؟ اللي بيجي بعد الافعال دي بيعرف فاعل يا سنة تالتة، اللي هي يجب وينبغي ويلزم ويتم ويحسن. اللي بيجي بعد الافعال دي بيعرف فاعل. اقول لك ينبغي العمل، يجب العمل، يتم العمل، دي كلها اللي بيجي بعدها فاعل، وطبعا الفاعل مرفوع وما تنساش، بس العلامة على حسب الكلمة اللي عندي. طيب ايه تاني عندي؟ اقول لك الاسم النكرة، الاسم النكرة بعد افعل التفضيل. ها في ناس تقول لك ده تمييز على طول. لا، امال ممكن تبقى مضاف اليه وممكن تبقى تمييز. طب انا اعرف ازاي؟ حاضر ركز معايا كده. لما اقول مصر اعظم بلد، تمام، ومصر اعظم شأنا، تمام، هو ايه الفرق ما بين الجملتين دول؟ مصر اعظم بلد، انا عايز اعرف كلمة بلد وعايز اعرف كلمة شأن. خد لي بالك، لو كان اللي بعد اسم التفضيل من نفس جنس المفضل يبقى ده مضاف اليه، ولو مش من نفس جنس المفضل يبقى تمييز. مش فاهم. حاضر، هي مصر مش تعتبر بلد؟ يبقى مصر وبلد هي كلمة بلد من نفس جنس المفضل. ما هم الاتنين واحد، مصر بلد، يبقى ده مضاف اليه. انما مصر اعظم شأنا، هي مصر تعتبر شأن؟ لا، ودي كمان نكرة منصوبة اهو، يبقى ده تمييز منصوب. جميل. طيب ايه تاني؟ انا عندي لو شفنا افعال اللي هي بتتعدى لمفعولين ممكن قوي يكون جايب لي مفعول به تاني. طب ايه هي الافعال اللي بتتعدى لمفعولين؟ انا عايزك تاخد بالك. في عندي الافعال اللي بتتعدى لمفعولين، في افعال تتعدى لمفعولين، افعال التي تتعدى لمفعولين. في عندي حاجة اسمها افعال تتعدى لمفعولين اصلهما المبتدأ والخبر، وليس اصلهما المبتدأ والخبر. ها ايه اللي اصلهم المبتدا والخبر وليس اصلهما؟ دي في اهي اللي هي علم، راى، وجد، حسب، ظن، خال، زعم، جعل. هذه الافعال تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، وهقول لك يعني ايه مبتدا وخبر حالا. يعني ايه اصلهما المبتدا والخبر؟ وفي افعال ليس اصلهما المبتدا والخبر، اللي هي اعطى، منح، كسى، البس، منع. طيب انا لما اقول لك مثلا علم المؤمن الجنة قريبة، لما اجي اعرب علم فعل، المؤمن فاعل، الجنة مفعول به اول، قريبة مفعول به تاني، لاحظ كده معايا اني انا لو شلت ها الفعل والفاعل هتلاقي الجنة قريبة ينفع تبقى مبتدأ وخبر. جنة قريبة، عشان كده بقول عليهم أصلهما المبتدأ والإيه والخبر. إنما لو قلت هنا أعطى الغني الفقير ثوبا، ينفع أشيل أعطى الغني وأقول الفقير ثوبا؟ لا، يبقى دي عشان كده اسمهم ليس أصلهما المبتدأ والخبر.
طب هو لو جاب لي حط لي خط تحت كلمة قريبة، يبقى ديت مفعول به ايه تاني؟ يعني يقول لك جعل العلم الحياة سهلة، ويحط لي خط تحت كلمة سهلة، هقول له سهلة دي تعرب ايه؟ مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. طيب لاحظ ايه تاني؟ لاحظ ان في ناس بتظن ان اي نكرة ونكرة اللي بعديهم النكرة التانية دي تعرب نعت. لا، انا عايزك تاخد بالك من اللي هقوله. نكرة زائد نكرة ممكن يكون نعت، وممكن يكون مضاف إليه. ازاي؟ خد لي بالك، دي اسم ودي اسم، نكرة ونكرة، اسم نكرة واسم نكرة. ها طيب بص كده، لما اقول طالب نشيط وطالب علم قائد قوي وقائد جيش، طب انا اعرف منين؟ اعرف منين ان دي نك... دي... ما هي دي نكره ودي نكره؟ اذا اعرف منين ان دي نعت ودي مضاف اليه؟ طيب حاجتين، اولا دي جايه توصف، دي مش جايه توصف. طب ثانيا اقول لك بطريقه سهله قوي، ادي نكره ونكره، حط ما بينهم الف ولام كده. طالب نشيط، ينفع اقول طالب النشيط؟ لا ما ينفعش، يبقى دي نعت. انما نكره ونكره لو ينفع احط في وسطيهم الف ولام يبقى ده مضاف اليه. طب حط كده طالب العلم، ينفع؟ ينفع. طالب العلم يبقى مضاف اليه، تمام. قائد قوي، ينفع اقول قائد القوي؟ لا ما ينفعش. انما ينفع تقول قائد الجيش، يبقى دي مضاف اليه. سهله؟ سهله. طيب تعال نشوف كده معرفه ومعرفه امتى تبقى نعت، عشان برضو في بعض الناس بتظن ان اي معرفة ومعرفة نعت. معرفة زائد معرفة، مش على طول طبعا معرفة ومعرفة بتبقى نعت. ليه؟ انا لو قلت دلوقتي الطالب النشيط، التانية ديت جاية توصف الاولانية، يبقى دي نعت. انما لو قلت الطالب النشيط نعت، انما حضر او فهم الطالب الدرس. الله، طب ما هي دي معرفة ومعرفة ودي معرفة ومعرفة، ينفع اقول الدرس دي نعت؟ لا. ليه؟ لان الدرس دي مش جاية توصف كلمة الطالب. مين اللي فهم؟ الطالب. فهم ايه؟ الدرس. اذا كلمة الدرس هنا تعرب ايه؟ مفعول به منصوب بالفتحة. طيب ايه تاني؟ تعال نشوف. انا لو جه قال لي دلوقتي في برضو في الاعرابات، انا عندي في حاجه اسمها النواسخ، عايزك تفتكر النواسخ عندي اللي هي ايه؟ هي كان واخواتها وان واخواتها، كان واخواتها، وفي كمان كاد واخواتها، وفي عندي ان واخواتها. ايه كان واخواتها دي؟ اللي هي كان، اصبح، أمسى، صار، ظل، بات، أضحى، ليس، ما زال، ما دام، ما برح، ما انفك. هذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إن وأخواتها اسمها حروف ناسخ، اللي هي إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. دي بترفع المبتدا وتنصب الخبر، ودي بتنصب المبتدا وترفع الخبر. لما اقول انه ناجح، فين اسم ان؟ محدش يجي يقول لي ناجح دي اسم ان. لا، الناجح دي خبر ان، الهاء هي اللي اسم ان. طيب خد بالك ان الاسم النكره اللي بيجي بعد كان واخواتها يعرب خبرها. ايه ازاي؟ اقول لك كان نشيطا، بات قويا، صار جميلا، ده اسمه
خبر كان منصوب. كان بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. في حاجة بس عايزك تاخد بالك منها، ان هي كان التامة وكان الناقصة. يعني انا لو قلت لحضرتك كان العلم مفيدا وتتقدم البلاد، متى كان العلم؟ حط لي خط تحت كلمة العلم في الجملتين. العلم دي تبقى اسم كان مرفوع، انما كان العلم هنا تبقى فاعل. طب ليه؟ لان الكلام انتهى عند كان هنا، العلم مش محتاجة اسم وخبر. يبقى كان هنا اسمها كان تامة، واللي بعدها يعرف فاعل مرفوع زي ما جت في سنة 2013 وقال لي تكون الثمرة، فكان وقف عند كلمة الثمرة فكانت تعرب باسم كان مرفوع. دي كانت يعني مجموعة من الإعرابات الثابتة والتعبير. خدنا التعبير ورجعناه وعرفنا إزاي نكتب موضوع تعبير جيد، وبرضو كمان بعض الإعرابات الثابتة وإزاي نتعامل مع الامتحان وإزاي نتعامل مع تنظيم الوقت. دلوقتي هنخرج لفاصل قصير الطلاب الأعزاء ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد الطلاب الأعزاء. نستكمل ما بدأناه معا. قمنا معا بوضع النقاط الأساسية أو الأمور الأساسية في كيفية كتابة موضوع التعبير، وتحدثنا معا عن أهم الإعرابات الثابتة وكيفية التعامل في الفترة المقبلة مع تنظيم الوقت. الآن سنتناول معا قطعة نحوية من خلالها نراجع الكثير من القواعد النحوية. القطعة بتقول: إن مصر لبلد الأمن والأمان كليهما، أعطاها الله مكانة تتميز بها بين جميع الدول، يتعاون أهلها وهم مخلصون للنهوض بها، وهي أكثر الدول تعاونا مع غيرها لنشر السلام في العالم، ولا ينكر هذه الحقيقة إلا ذو النفوس الضعيفة. الأول بيقول لي أعرب ما تحته خط. طيب تعال نبص كده، وزي لسه ما أنا متعلمين مع بعض إزاي إحنا هنعرب، نشوف أقرب جملة للكلمة اللي عندي. أقرب جملة بتقول إن مصر لبلد الأمن والأمان. لبلد. حد أنا عارف إن أنا سامع وحسمع للأسف بعض الطلاب دلوقتي هيقولوا لي اللام حرف جر وبلد اسم مجرور. يا استاذ صلاح، هو مش اللام حرف جر؟ هو ممكن اللام تبقى حرف جر، ما هي داخله على اسم، يبقى المفروض اللام حرف جر وبلد اسم مجرور. لا، اللام هنا دي جايه مع خبر ان، دي لام التوكيد، وبلد هنا هتعرب خبر ان مرفوع وعلامه الرفع الضمه، دي جايه للتوكيد فقط. طيب اعطاها الله مكانه، انا لسه من شويه حالا كنت براجع معاك الافعال التي تتعدى لمفعولين، افتكر كده مش لسه قايل لك من ضمنهم اعطى، انا عندي اعطى ومنح وكسى والبس ومنع، قلت هذه الافعال تتعدى لمفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. اقول مثلا منحنا الله عقلا، منح فعل ماضي مبني على الفتحه. طب مين اللي منح؟ الله، يبقى الله لفظ الجلاله فاعل. طيب منح مين؟ منحنا النادي، ضمير مبني للمفعولين، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عقلا، مين اللي منح؟ الله. منح مين؟ نا. عقلا مفعول به ثاني منصوب بالفتح. انما لو قلت مثلا ظن الرجل الحياة صعبة، ظن فعل ماضي مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع بالضم، الحياة مفعول به اول، سهلة مفعول به ثاني، أو صعبة مفعول به ثاني. لاحظ إن الحياة صعبة أو سهلة ممكن تبقى مبتدأ وخبر لو شلت الفعل والفاعل. طب أنا تعالى بالرجوع للقطعة كده. أعطاها الله مكانة، تعالى نكون بالإعراب كده، أعطى فعل ماضي، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول. والله لفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، ومكانة مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. تتميز بها بين جميع الدول، وهي أكثر
وهي أكثر الدول تعاونا. تعاونا دي تعرف ايه؟ انا لسه من شوية قايل لك برضو الاسم النكر الذي يأتي بعد افعل التفضيل. يعرب ايه؟ اولا دي تعاونا منصوبة، وطالما منصوبة يبقى هو سهلها لي قوي، لان الاسم النكر المنصوب بعد افعل التفضيل تمييز. طب انا عرفت منين انها منصوبة يا الصلاح؟ الاسم النكر اللي فيه الف في اخره على طول ده منصوب، الالف دي علامة نصب، يبقى ده يعرب تمييز منصوب وعلامة النصب الفتحة. مع غيرها لنشر السلام في العالم، نشر السلام، نشر اسم مجرور، خد لي بالك عشان في واحد ممكن يقراها ازاي، نشر السلام ويقول لي السلام مفعول به، نشر هو السلام حبيبي، واحدة واحدة كده، تعال نقرا الجملة من أولها. مع غيرها لنشر السلام، اللام حرف جر، نشر اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، السلام مضاف إليه مجرور بالكسر، لأن نشر نكرة والسلام معرفة، يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة. ولا ينكر هذه الحقيقة إلا ذو النفوس الضعيفة، إلا ذو، ينكر هذه الحقيقة ذو. تعال هنا نشوف الجملة من أولها، ولا ينكر هذه الحقيقة إلا ذو. في عندي أسلوب استثناء للأسف برضو، هلاقي بعض الطلاب يقولوا لي جاي بعد إلا ده إعرابه مستثنى. لا يا حبيبي، تعال نشوف كده، شل اللام إلا وشوف الجملة ماشية ولا لأ. ينكر هذه الحقيقة ذو، ماشي، يبقى ما بعد إلا يعرب حسب موقعه في الجملة. هو مين اللي هينكر؟ ذو. ينكر هذه الحقيقة ذو، إذا ذو فاعل. ها احنا اتفقنا بنكتب ثلاث حاجات في الإعراب، اللي هو الوظيفة والموقع والعلامة، افتكر الوظيفة الموقع العلامة. طب انا قلت فاعل، ها مرفوع على طول، ما تقوليش بالضمة، اصل انا حافظ على طول ان يعني المرفوع بالضمة، لا شوف ده بكتير جدا بيجيب لك مفعول به منصوب ويكون مثلا ايه، واجهنا الصعوبات. واجهنا الصعوبات، وتلاقي واحد يقول لك ايه، مين اللي واجه؟ احنا استاذ صلاح علمنا، هو جمله فعليه، احنا اللي واجهنا، تمام، واجهنا ايه؟ الصعوبات، صعوبات مفعول به، صح صح، صعوبات مفعول به منصوب، صح، بالفتح، غلط. ايه يا استاذ صلاح بقى؟ لا يا حبيبي، واحده واحده كده بس، احنا قلنا عايزين نكتب ثلاث حاجات، ها الوظيفه والموقع والعلام. الصعوبات دي ايه؟ دي جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، اخره الف وتاء اهو، وجمع المؤنث سالم بيرفع، ما هو بيرفع بالضمه يا استاذ صلاح، بس بينصب ويجرب الايه؟ ينصب ويجرب القسره، ايوه خد بالك، خد بالك، يبقى منصوب بالقسره، يبقى العلامه دي عليها درجه، خد بالك، بتيجي كتير على فكره في الامتحانات اللي هي جمع المؤنث السالم ده. طب هنا ذو، طب ذو دي هترفع بايه؟ ترفع بالواو، هي عشان من الاسماء الخمسه؟ لا مش عشان من الاسماء الخمسه، امال، لانها ملحق بجمع المذكر السالم، ملحق بجمع المذكر السالم. ايه يا استاذ صلاح ملحق بجمع المذكر السالم دي؟ هي ممكن تجيني في الامتحان؟ طبعا ممكن تجي لك، ما انت خدتها في الصف الاول الثانوي، تعرفين نحو تراكم، وبيجيب لي من السنين اللي فاتت كتير. طب ممكن تفكرني بيه؟ حاضر. ايه هي ملحقات جمع المذكر السالم؟ هي كلمات تاخذ اعراب جمع المذكر السالم. ايه هي؟ اولو، بنون، اهلون، علمون، الفاظ العقود، ذو. تاني، ها، اولو، بنون، اهلون، سنون، علمون، الفاظ العقود، ذو. هذه الكلمات تأخذ إعراب جمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. تاني، قولوا بنون أهلون سنون علمون ألفاظ العقود ذو. إيه ألفاظ العقود يا صلاح؟ اللي هي من 20 ل 90، 20 30 40 50 لحد 90، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. عشان كده ممكن تلاقي كلمة بنون بنين، قولوا ممكن تلاقيها قولي، وهكذا. هنا ذو ترفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، تمام؟ ده في الإعرابات الأصول. طيب بيقول لي اعرب، خلاص اعربنا جملة وقعت حالا وحدد الرابط فيها. طيب انا عايزك تاخد بالك من حاجة، انا عندي قاعدة بتقول ايه، افتكر، الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات. تاني، ها، الجمل
وأشباه الجمل، بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. إذن هو عايز جملة تقع حال، هدور على معرفة وجملة بتوصفها. وخد بالك بتيجي كتير قوي جملة وقعت نعت أو نعت جملة في امتحانات الثانوية العامة. هدور على اسم نكرة وجملة بتصف الاسم النكرة دي. بص معايا هنا، ركز. أنا لما يجي يقول لي دلوقتي إيه؟ شاهدت طفلا يبكي. نعم، ادي طفلا اهي نكره، ويبكي جايه توصف الاسم النكر، دي اللي جمله تقع نعت. صلاح مش انا لو قال لي نعت اطلع له شاهدته طفلا باكيا؟ حبيبي باكيا ده نعت مفرد، باكيا ده نعت مفرد، ده نكره ونكره. انما هو بيقول لي نعت جمله، يبقى طفلا يبكي. هو كلمه يبكي دي جمله؟ دي كلمه برضو. لا يا حبيبي جمله. ليه؟ لان يبكي فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى فعله ايه؟ وفاعل، يبقى دي جمله فعليه، يبقى جايه توصف كلمه طفلا، يبقى دي جمله نعت. طيب نعت جمله، يجي يقول لك وبين موقعها من الاعراب. يعني ايه موقعها من الاعراب؟ يعني في محل رفع ولا نصب ولا جر. طب ونعرف منين؟ شوف اللي قبلها، ما هو النعت بيتبع المنعوت. كلمة طفلا دي مفعول به منصوب، يبقى يبكي هقول عليها ها جمل فعلية، ها في محل نصب نعت. طيب شاهدت الطفل يبكي، شاهدت الطفل يبكي، يبكي دي تبقى جملة ايه؟ حال، لأن دي نكرة، فالجملة هنا نعت، إنما الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. طيب، هو ممكن تكون نعت جملة دي نعت جملة فعلية، ممكن يكون نعت جملة اسمية. انطلق ها القطار وهو مسرع. يبقى وهو مسرع دي جايه توصف كلمه القطار، والقطار معرفه، يبقى دي جمله حال. طب لو كاننا قلنا انطلق قطار وهو مسرع، ساعتها وهو مسرع دي جمله نعت. تمام، يبقى الجمل بعد المعارف احوال، وبعد النكرات صفات. طب تعالى نرجع للقطعه كده، بيقول لي عايز جملة وقعت حال الأول وحدد الرابط فيها. يتعاون، بص في القطعة، في القطعة كده معايا هتتعرض قدامنا على الشاشة القطعة حالا، ونشوف مع بعض القطعة. طيب أهي، يتعاون أهلها وهم مخلصون. في السطر التاني هتلاقي بقول يتعاون أهلها وهم مخلصون. أهلها دي معرفة، ازاي الصلاح معرفة؟ دي ما فيهاش ألف ولام، لا فيها ضمير، والاسم إذا اتصل بيه ضمير بقى معرفة. يبقى وهم مخلصون دي جملة حال، جملة حال، جملة اسمية في محل نصب حال. طب ليه في محل نصب؟ مش اللي قبلها مرفوعة؟ لا يا حبيبي، النعت هو اللي نشوف اللي قبلها، إنما الحال على طول منصوب. طيب بيقول لي بعد كده عاوز جملة، عاوز مصدر لفعل خماسي. طيب لو انا جه قال لي عايز مصدر لفعل خماسي من القطعة اللي قصادي ديت، هي المصدر ده بعرفه ازاي؟ المصدر لازم يكون اسم، المصدر لازم يكون اسم. طيب وبعدين المصدر عايز اتاكد انه مصدر، اعمل ايه؟ عشان اتاكد ان الكلمه اللي قصادي مصدر تنفع تبقى مفعول مطلق للفعل اللي قبلها. طيب هو عايز مصدر خماسي، ايه هو اوزان المصادر الخماسيه؟ انفعال، افتعال، تفاعل، تفعل. هتلاقي في السطر الثالث كلمه تعاون، تعاون تفاعل. طب عايز اتاكد اعمل ايه؟ هات قبلها كده الفعل بتاعها وشوفها تنفع تبقى مفعول مطلق ولا لا.
تعاون تعاون، يبقى دي مصدر. كان في رقم 3 جملة وقعت نعت. جملة وقعت نعت، انا لسه قايل لك من شوية بدور على اسم نكرة وبعديه جملة توصفها، انما لو جملة وقعت حال يبقى اسم معرفة. في السطر الاول هتلاقي مكان مالها، اعطاها الله مكان مالها تتميز بها بين جميع الدول. مكان مالها تتميز بها بين جميع الدول، يبقى دي جملة نعت. مكان نكرة وتتميز بها جملة فعلية في محل نصب نعت. طب ليه في محل نصب؟ لأن كلمة مكانة لسه قايلين إنها مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. طب بص، بيقول لي رقم 5 في الاستخراجات ضميرا في محل نصب. طيب أنا قبل ما أطلع ضمير في محل نصب عايز أقول لك لما يطلب مني السؤال ده أجاوب عليه إزاي. الضمير في محل نصب أهو، ضمير في محل نصب بدور على إيه؟ بص معايا يا زلمة، بدور على الكاف والهاء والياء. ده ضمائر، ضمائر متصلة. الكاف والهاء والياء إذا اتصلت بفعل إزاي؟ أقول لك مثلا شاهدتك. أدي الكاف متصلة بفعل يبقى في محل نصب مفعول به. أو شاهدته. أدي الهاء متصلة بفعل يبقى ده في محل نصب مفعول به. شاهدتني. يبقى برضو ده في محل نصب مفعول به اللي هي ياء المتكلم. أو متصل أي ضمير بإن وأخواتها، إنها، إنهم، إنك. طالما اتصل بإن وأخواتها يبقى في محل نصب اسم إن. يبقى لو قال لي عايز ضمير في محل نصب الكاف والهي والي لو جم بعد فعل أو أي اسم أو أي يتصل أو أي ضمير يتصل بإن وإيه وأخواتها. طيب لو بصينا في القطعة كده هتلاقي في الجملة الأولى أعطاها الله، أعطاها الله مكانة تتميز بها. أعطاها، الهاء متصلة بالفعل أعطى يبقى ده ضمير في محل نصب مفعول به. طيب بيقول لي رقم 6 في الإعراب توكيدا في الاستخراج توكيدا واذكر علامة إعراب. توكيد يا سنة تالتة، افتكر معايا ان التوكيد نوعين، في عندي حاجة اسمها توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي ايه هو؟ التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ مرتين، العلم العلم، والكلمة التانية هي اللي بتبقى توكيد لفظي. اما التوكيد المعنوي الفاظ بعينها اللي هي ايه؟ كل، كلا، كلتا، نفس، جميع، عين. تاني، كل، كلا، كلتا، نفس، جميع، عين. هذه الكلمات تعرب توكيد معنوي او تعتبر توكيد معنوي، بس هناك شروط. ايه هي الشروط ديت عشان دي تبقى توكيد معنوي؟ ان يتصل بها ضمير، ها، واذا حذفت لا تؤثر في الكلام. تاني، ان يتصل بها ضمير واذا حذفت لا تؤثر في الكلام. اقول لك حضر جميع الطلاب. جميع تعرب ايه؟ جميع تعرب حسب موقعها في الجمله. طالما ما اتصلش بها ضمير، مين اللي حضر؟ جميع، يبقى فاعل مرفوع بالضم. شاهدت كل التلاميذ، شاهدت كل التلاميذ. معرفش في بعض الناس كده او في بعض الطلاب يقول لي كل مضاف اليه، يعني عندهم اعتقاد كده ان كل مضاف اليه، كل اللي بعد كل هو المضاف اليه. كل تعرب حسب موقعها في الجمله. طب عايز تعرف كل ومش عارف، شيلها من الجمله، شيل كل من الجمله واعرف اللي بعدها. مش فاهم، حاضر. شاهدت كل التلاميذ، شيلها كده، شلتها. شاهدت التلاميذ، التلاميذ تعرب ايه؟ شاهدت انا التلاميذ، التلاميذ مفعول به. يبقى كل هي اللي هتبقى مفعول به والتلاميذ مضاف اليه. يعني ايه؟ يعني شيلها من الكلام واعرب اللي بعدها. انت اللي بعدها ده هي الاعراب اللي هتاخده هي كلمه كل، واللي بعدها مضاف اليه. طب ممكن جمله تانية؟ حاضر. يجي يقول لك مثلا انطلق او انطلقت كل القطارات. انطلقت كل القطارات، شيلها من الكلام زي ما الاستاذ صلاح قال لي اهو. انطلقت القطارات
القطارات فاعل مرفوع بالضمه، يبقى كل فاعل مرفوع والقطارات مضاف اليه. امال ايه التوكيد دي بقى؟ لازم يتصل بها ضمير، واذا حذفت لا تؤثر في الكلام. فهمت الدروس كلها، حضر الطالبان كلاهما، بها ضمير ولو اتشالت ما تاثرش في الكلام. في الوقت ده يبقى توكيد. طب التوكيد مرفوع ولا منصوب ولا مجرور يا استاذ صلاح؟ التوكيد من التوابع. التوكيد من التوابع يعني ايه؟ يعني ايه من التوابع؟ يعني لازم اعرب اللي قبلها عشان اعرف اعربها. تمام؟ طيب تعال نبص مع بعض في القطعه كده. ان مصر لبلد الامن والامان كليهما. نعم. كليهما اهي. افتكر معايا. كل، كلا، كلتا، نفس، جميع، عين. كل، كلا، كلتا، نفس، جميع، عين. هي ديت، ما هي في منهم كلا اهي. يبقى كلا ديت تعتبر توكيد، ومتصل بها ايه؟ ضمير. تمام. يبقى لما اجي اعرب كلمه كليهما اقول ايه؟ بلد الامن والامان كليهما. توكيد. اسكت، احنا متفقين بقى مع بعض ثلاث حاجات، الوظيفه والموقع والعلامه. طيب ده مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ هشوف اللي قبله. بلد الامن والامان، الامن مضاف اليه مجرور، والامان اسم معطوف مجرور، يبقى كليهما توكيد معنوي مجرور. انا عودتك لازم تشوف مجرور بالايه. كليهما مجرور بايه؟ شوف كليهما ده فيها ايه. كلا وكلتا اذا اتصل بها ضمير بيعربوا اعراب المثنى وبيبقوا من ملحقات المثنى، يبقى كليهما توكيد معنوي مجرور بالياء لانه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. كليهما توكيد معنوي مجرور بالياء لانه ملحق بالمثنى، وهما ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. هو بيقول لي توكيد معنوي واذكر علامه اعرابه، علامه اعرابه هنا الياء لانه ملحق بالمثنى. طيب رقم 7 في الاستخراجات، مستثنى واذكر علامه اعرابه. احنا لسه عاربينه. ولا ينكر هذه الحقيقة إلا ذو النفوس الضعيفة. آدي المستثنى ذو، وقلنا علامة إعرابه الواو لأنه فاعل مرفوع بالواو، لأنه ملحق من ملحقات جمع المذكر السالم. تعال بقى نشوف أسئلة المهارات اللغوية. بيقول لي إيه السؤال؟ المخلصون في أعمالهم يعيشون سعداء. عبر عما بين القوسين بأسلوب شرط. طب تعال نكتبها مع بعض ونحلها مع بعض. بص بيقول لي ايه؟ المخلصون في أعمالهم يعيشون سعداء. عبر عما بين القوسين بأسلوب شرط. هما دول بين قوسين. طيب أسلوب شرط أنا عارف بيتكون من ايه؟ افتكر معايا اللي اوله شرط. سامع الطلاب بيقولوا لي اخره نور. لا، افتكر معانا بقى في قواعد. اللي اوله شرط اخره جواب شرط. ها، اللي اوله شرط اخله جواب شرط. طيب اسلوب الشرط بيتكون من 3 اجزاء. افتكر معايا كده وركز معايا. اسلوب الشرط بيتكون من اداه شرط، ها، وفعل شرط وجواب شرط. تاني، ها، اداه شرط وفعل شرط وجواب شرط. واللي اوله شرط اخره جواب شرط. اللي أوله شرط أخره جواب شرط. طيب عندي أداة وفعل وجواب، هو إيه أدوات الشرط الجازمة؟ افتكر معايا أدوات شرط بتجزم فعلين، إن، من، ما، متى، مهما، أينما، حيثما، أيا، أي. ها، إن، من، ما، متى، مهما، أينما، حيثما، أيا، أي. دي أدوات شرط بتجزم فعلين. طيب أنا بجيب أقرب واحدة تناسب ان انا اربط بيها. خد لي بالك في ممكن تبقى ممكن تربط بكذا واحده عادي، يعني ممكن في جمل تربط بان ومتى وحيثما، يعني انت تشوف في المناسبه وخلاص. طيب لكن انا عايزك ما تغلطش. هو بيقول المخلصون في اعمالهم يعيشون سعداء. بعض الناس هيقول لي ايه؟ ان المخلصون في اعمالهم يعيشوا سعداء، او ان المخلصوا. يا عم واحده 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 واحده، أنا لازم تبقى عندي فعل شرط وجواب شرط.
هي المخلصون دي فعل شرط؟ لا. يبقى ازاي اقول ان المخلص؟ ايه ده انت كده بوظت الجمله خالص، بوظت النحو كله، دخلتها على جمله اسميه وقلت المخلصون، يعني ما اعرفش عملت ايه. امال ايه؟ اه انا عارف يا استاذ صلاح ان لما تكون جمله اسلوب الشرط بدا باسم ممكن احط اي، زي اي انسان يفعل خيرا يجد الخير. اه بس دي مش هينفع تحط اي، انت هتحيرني ليه يا استاذ صلاح؟ لما اقول انسان يفعل خيرا يجد الخير، هنا انا عندي يفعل ده فعل شرط، في فعل شرط في الجمله، بس قبل فعل الشرط اسم، انسان يفعل خير، في قبل فعل الشرط اسم، فعشان كده حطيت اي انسان يفعل، تمام. انما هنا في الجمله اللي عندي دي المخلصون في اعمالهم يعيشون سعداء، انا ما عنديش فعل شرط، ما عنديش فعل شرط، امال هعمل ايه؟ هحول الاسم اللي عندي لفعل شرط. طب ازاي؟ بص بقى هقول ايه؟ ها من المخلصون دي لازم تبقى فعل شرط، من يخلصوا ها في أعمالهم يعيشوا سعداء. بص عملت ايه؟ ادي من أداة شرط، حولت الاسم اللي عندي بقى فعل شرط، وده فعل من الافعال الخمسه فيجزم بحذف النون، ما ينفعش تقول لي حضرتك من يخلصون، اوعى، ما ينفعش خالص، من يخلصون ده غلط. ليه؟ لان طبعا الفعل طالما اتجزم الفعل من الافعال الخمسه ها يجزم بحذف النون. طيب في اعماله برضو ده فعل من الافعال الخمسه، ها احوله الجواب شرط بقت يعيشوا سعداء. طبعا جواب الشرط هنا مجزوم بحذف حرف العل، عفوا بحذف النون، لانه من الافعال الخمسه. يبقى انا عندي فعل الشرط اداه شرط، وادي فعل الشرط، وادي جواب الشرط، كده انا خدت الدرجه كامله، حولت الاسم اللي عندي فعل شرط وشلت منه النون لانه بقى من الافعال الخمسه ومجزوم بحذف النون، ويعيشون كانت من الافعال الخمسه، كانت في الجمله الاولانيه مرفوعه بقت مجزومه بحذف النون، ادي اداه شرط، فعل شرط، جواب شرط، اللي أوله شرط آخره جواب شرط، تمام؟ طيب افرض هو جه قال لي في جملة تانية كده يقول الحق ها ينجو من عذاب الضمير، نعم، أربط بين الجملتين بأداة شرط جازمة وغير ما يلزم، تمام. هقول إيه؟ بص معايا، من يقل الحق ينجي من عذاب الضمير او ينجو كده، ولو قال لي اعرب فعل الشرط وجواب الشرط، طيب انا هعرب يقل فعل مضارع مجزوم بايه؟ انا شلت حرف العله يا استاذ صلاح، يبقى ده مجزوم بحذف حرف العله. لا يا حبيبي، ليه؟ ما انا مش شلته؟ اه، بس ده فعل مضارع مجزوم بالسكون. هقول لك ليه حالا؟ طب وده يا استاذ صلاح؟ فعل مضارع ها مجزوم بحذف حرف العلة. الله، فين حرف العلة؟ كانت ينجو. طب شلتها من هنا اهو، يبقى ده مجزوم بحذف حرف العلة. طب ليه ده مجزوم بالسكون؟ وده بحذف حرف العله، يعني اشمعنى؟ ما هو ده شلت منه حرف عله، وده شلت حرف منه حرف عله. لا، لو حرف العله الحرف اللي قبل الاخير زي ده كده بشيله ويبقى مجزوم بالسكون، انما لو حرف الاخير زي ده كده بشيله ويبقى مجزوم بحذف حرف العله. طب ايه الفرق يعني؟ اقول لك الفرق، ان يقول ده هو مجزوم بالسكون، اه اهو، واللام حرف ساكن، الواو حرف ساكن كده، اللام بقى حرف ساكن لانه مجزوم بالسكون، والواو حرف اصلا ساكن، ففي اللغه عندي حاجه اسمها عدم التقاء ساكنين، فبشيل الواو اللي في النص بس بيبقى مجزوم بالسكون، انما اللي في اخره حرف عله بيبقى مجزوم بحذف حرف العله، يبقى واحده مجزومه بالسكون والتانيه مجزومه بحذف حرف العله، تمام؟ تمام. عندي بعد كده سؤال بيقول لي ايه؟ تبيد حوادث الطرق الارواح،
ابني الفعل للمجهول وغير ما يلزم. طيب تعالى كده نعمل ايه؟ تبيد نكتبها اهي، حوادث، الطرق، الأرواح. بيقول لي هنا ابن الفعل المجهول. طب ابن الفعل المجهول ازاي؟ اول حاجه انا عشان ببني الفعل للمجهول، انا بقول لك مثلا قياده الجريمه ضد مجهول ان انا مش عارف مين اللي عملها، يبقى ابن الفعل المجهول يبقى هشيل الفاعل من الجمله. طيب مين اللي بتبيد؟ حوادث. طبعا المضاف بيتصل بالمضاف اليه، يبقى حوادث الطرق اهو شلتها. جميل. طيب الفعل هنا ماضي ولا مضارع؟ مضارع. عند بناء الفعل المضارع للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. لو هو فعل ماضي بيضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، لو فعل مضارع بيضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. يعني يقول الرجل الحق يبقى يقال الحق. طيب يسمع الولد الكلام، يسمع الكلام. طب هنا تعالى تبيد ديت هعملها ازاي؟ ادي الضمه اهي فوق الايه؟ الت، ومفروض الحرف اللي قبل الاخير ده يتفتح. طب انا هفتح الايه ازاي؟ ما تنفعش، يبقى هحولها الف. تباد، تباد الارواح. طب واضبط نائب الفاعل اهو. ليه؟ هي هنا كانت في الجمله الاولى تبيد حوادث، حوادث ده فاعل، والطرق مضاف اليه، يبقى الارواح كانت مفعول به منصوب بالفتحه. لما هتنزل هنا هتبقى نائب فاعل مرفوع، ما هو المفعول به بيبقى نائب فاعل في الجمله المبنيه للمجهول. طيب جايب لي جمله المره دي يعني جديده، بيقول لي ابني الفعل للمعلوم او ابني الجمله للمعلوم وغير ما يلزم. يعني هو جايبني جمله هي اصلا مبنيه للمجهول وبيقول لي حولها لمبنيه للمعلوم. ازاي؟ بيقول لي يكافئ ها ابناؤنا النابغون. بص هتلاقي ايه؟ الفعل مبني للمجهول يكافأ، وأبناؤنا ده نائب فاعل مرفوع، والنابغون نعت مرفوع. طيب هعملها ازاي دي؟ يكافئ هيرجع الفعل زي ما كان، يكافئ ها المعلم، ها المعلم جبت فاعل، انا نزلت فاعل، أبناءنا النابغي. عملت إيه؟ رجعت الفعل مبني للمعلوم وجبت فاعل من عندي، وأبناؤنا تبقى مفعول به تاني، يعني ترجع تاني مفعول به. وخد لي بالك من الحتة دي قوي، إن الهمزة اللي كانت في النص مكتوبة على واو بقت مكتوبة على إيه؟ على السطر. ليه؟ لأن الهمزة دي المتوسطة اللي قبلها ألف ديت لو مكتوبة على واو لو تبقى مرفوعة، يعني لو مرفوعة تكتب على واو، لو منصوبة تكتب على السطر، لو مجرورة تكتب على نبرة أبنائنا، دي لو مجرورة. والنابغون ديت اللي كانت نعت مرفوع بقت نعت منصوب للمفعول به هنا في الجملة اللي هي كانت مبنية للمعلوم، أبناءنا النابغين. يعني أنا دلوقتي لو كلمة تاني أبناؤنا تبقى كده هو لو مرفوعة، لو مرفوعة كده، لو منصوبة كده، لو مجرورة يعني حضر أبناؤنا فاعل مرفوع بالواو، شاهدت أبناءنا مفعول به منصوب، فاعل مرفوع بالضمة مفعول به منصوب بالفتحة، مررت على أبنائنا كده مجرور بالكسرة كده. لو مرفوعة يعني توضع الهمزة على الواو، لو منصوبة توضع الهمزة على السطر، لو مجرورة توضع الهمزة
على نبره. طيب السؤال الذي يلي ذلك بيقول لي ايه؟ استمات الشباب المسلم في الدفاع عن اصدقائهم المسيحيون. طيب بيقول لي في العبارة اخطاء نحوية واملائية، صوبها فعلا، تعال نشوف مع بعض كده، اكتبها قصادك زي ما هي مكتوبة بالظبط، اهي مكتوبة، انت شفتها قصادك على الشاشة وانا هكتبها لك زي ما هي باخطائها، وعايزك تركز معايا لان هو سؤال بقى موجود دلوقتي في امتحان الثانوية العامة، صحح الخطأ في الجملة التالية. طيب هو هنا جايب لي بقى كذا خطأ في الجملة، فعايزين نطلع مع بعض الأخطاء اللي موجودة قصادنا. أهو استمات الشباب المسلم في الدفاع عن أصدقائهم المسيحيون، ده كتير فعلا. طب أول خطأ في استمات، حد لاحظه؟ إيه هي؟ الهمزة دي. إيه ده؟ هو ممكن يجيب لي غلط في همزة؟ طبعا طبعا يجيب لي غلط في همزة، وجت في السنة اللي فاتت في امتحانات الوزارة في نماذج الوزارة. ليه؟ لأن ده فعل سداسي، والفعل السداسي وأمره ومصدره بيبقى همزة أو ألف وصل من غير إيه؟ همزة، يبقى تتكتب استمات من غير همزة. طب الشباب المسلم في الدفاع، أنا لسه قايل لك، لسه قايل لك الهمزة المتوسطة اللي قبلها ألف إذا كانت مجرورة تكتب على إيه؟ افتكر لسه قايل حالا. عن أصدقائهم كده أهو، طالما مجرورة تتكتب على نبرة كده. طيب والمسيحيين دي تبقى المسيحيون ولا المسيحيين؟ مش دي مجرورة؟ وده نعت مجرور، خد لي بالك في الحتة دي، أنا عايزك تاخد بالك من دي قوي، كتير بتيجي في الامتحان ولاقي طالب بيقول المسيحيون دي مضاف إليه، يا الصلاح ما جر ومجرور، ودي ما فيهاش أصلا ألف ولام، ودي فيها ألف ولام، دي مضاف إليه. غلط حبيبي، دي أصلا معرفة. ليه؟ اتصل بيها ضمير، والاسم لو اتصل بيه ضمير بقى معرفة، معرفة ومعرفة نعت. طب برضو نعت، ايه الغلط؟ اصدقائهم دي مجرورة، المسيحيين ده نعت مجرور، وده جمع مذكر سالم، فلازم يجر بالياء المسيحيين. يعني ديت في كذا خطأ، شلت الهمزة واصدقائهم بقت على نبرة، والمسيحيين بقت بالياء كده، انا خدت الدرجة كاملة. طيب السؤال اللي بيلي ذلك بيقول لي ايه؟ ان تكن الساعي لخدمة وطنك تصبح الاسمى مكانه. خاطب العبارة جمع المذكر السالم وغير ما يلزم، تعال نكتبها. ان تكن الساعي لخدمة وطنك تصبح الأسمى مكانة، تعال نخليها جمع مذكر سالم، هقول ايه؟ ده اسلوب ايه؟ فكر معايا كده. ده اسلوب شرط، الاوله شرط اخره جواب شرط. طيب هخليها جمع، ان ده هيبقى جمع، فهيبقى فعل من الافعال الخمسه، فهيتجزم بحذف النون، ان تكونوا. الساعي دي تعرب ايه؟ دي خبر، خبر تكن، ان تكونوا انتم الساعون، ان تكن انت الساعي. طيب هيبقى منصوب، هتبقى الساعين. تمام، لخدمه وطنكم، ده جواب الشرط، تصبحوا الأسمى مكانة، فده هيبقى مجزوم وده مجزوم لأن ده فعل الشرط وده جواب الشرط، وديت هتبقى منصوبة لأنه ده خبر تكون، إن تكونوا الساعين لخدمة وطنكم تصبحوا الأسمى مكانة. طيب بيقول لي في أي مادة تكشف عن الكلمات ديت؟ التلوث، العام، الموقن. تمام،
خدلي بالك بس، انا عشان سؤال كشف المعجم ده يعني بيقلق كتير من الطلاب. اولا هو سؤال سهل وبيجي في الامتحان بنسبة كبيرة جدا، هو بيجيب لي كلمة واحدة. السنة اللي فاتت كان اكشف في المعجم عن كلمة اطباء. اطباء احنا بنعمل ايه؟ انا دايما عشان اجيب الكشف في المعجم بجيب الماضي. انت عايز بقى تجيب الماضي من المفرد، عايز تجيب الماضي من الجمع، اطباء المفرد طبيب، هات الفعل من طبيب، فعل من طبيب، طبب، خلاص الط والب والب. ما تنساش تكتب باب الط فصل الب مع الب، دي عليها درجة، دي عليها. هو سؤال كشف المعجم عليه درجتين، اللي تكتب الحروف عليها درجة وباب فصل مع عليها درجتين. طيب مثلا قال لي اكشف، افرض جاب لي كلمة فيها حرف علة، اكشف في المعجم عن كلمة الصيام. هات الماضي، هات الماضي من الصيام صام. لو في حرف علة في الآخر أو في النص، خاصة لابد أن أعرف أصل حرف العلة. طب بعرف حرف أصل حرف العلة إزاي؟ بجيب المضارع أو المفعول المطلق. صام فيها ألف، بجيب المضارع يصوم أو المفعول المطلق صوم. يبقى نكشف عنها صاما، باب الصاد فصل الواو مع الميم. بعض النماذج جابت كشف المعجم عن كلمة وسواس، فالطلاب هنشوف هي مش دايما أو غالبا بيبقى كشف المعجم عن في 3 حروف، بس ممكن تبقى 4 لو الأصل رباعي يبقى في 4، يبقى اكشف المعجم عن وسواس في وسوسة. طب هتبقى ازاي دي؟ باب الواو فصل السين مع الواو والسين. السنة اللي قبل اللي فاتت 2016 اكشف في المعجم عن كلمة يكن، هات الماضي كان، ها فيها ألف، هجيب المضارع يكون، طلع أصل الألف واو، تبقى كوانا، باب الكاف فصل الواو مع النون. طب تعال نشوف اللي هو جايبهم لي كده ونعملهم. التلوث، التلوث هنجيب الماضي منها تلوث، نجرده من حروف الزيادة اللي هي التاء والتضعيف تبقى لوث. باب اللام نكتب كده حتى، باب لام فصل واو مع الس، باب الواو، باب اللام فصل الواو مع الس. طيب قال لي اكشف عن العامة، هنكشف عن العامة ازاي؟ هات الماضي، الماضي من عامة عممة، اهي هي. طب اكتبها ازاي؟ باب عين مع ميم، باب الفصل ميم مع الميم، خلاص كده. باب فصل مع، طب تالت واحدة بيقول لي الموقن، الموقن نكشف عنها، نجيب الماضي يقن، اهي. طب حد هيقول لي ليه حرف عله؟ ما هو لو في الاول عادي ما بتجيبش اصله، هو في الاول خلاص كده. يبقى باب ي فصل قاف مع النون. خد بالك الفعل الماضي هو اللي ايه؟ اللي في اوله ايه؟ يعني ما حدش يجي يقول لي يقول، ما هو ده حرف عله اهو حبيبي، انا بجيب الماضي، دي حرف مضارعه ماليش دعوه، يبقى قاول. تمام؟ طب يعني لو قال لي اكشف في المعجم مثلا عن كلمة الاهتمام، هجيب الماضي اهتم، اجرده من حروف الزيادة تبقى هم، في حرفين بس، لا ما يهم كده اهو. باب الهاء فصل الميم مع الميم، كده خدت الدرجة كاملة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي حمى، اكتب برضو ليك حمى الرجل او حمى الطفل، ودي جت ثانوية عامة 2015 وتوفي الطفل، وقال لي اعرب، هي كانت حمى الرجل وتوفي الرجل، واعرب كلمة الطفل. طيب هدي موجودة في كتاب المدرسة طبعا، هناك بعض الافعال التي تأتي على صورة المبني للمجهول ولكن ما بعدها يعرف فاعل،
اللي هي الافعال اللي بتدل على المرض، حمى وفلجة وجنة، ديت اللي بعدها هو على الرغم ان الفعل شكله مبني للمجهول لكن اللي بعدها يعرف فاعل. الطفل هنا دي فاعل مرفوع بالضم، انما الافعال توفي واستشهد الطفل، يبقى الطفل هنا تعرب نائب فاعل، نائب فاعل مرفوع، ودي فاعل. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي لا يعرف للفضل فضله إلا المتميزون. طيب اكتبها، لا يعرف للفضل فضله إلا المتميزون. ضع غير مكان إلا واكتب الجملة صحيحة. وساعات بيقول لي وبين إعراب غير وما بعدها. طيب أعرف إزاي لا يعرف للفضل فضله إلا المتميزون؟ بص هعمل إيه. أولا لازم أعرب اللي بعد إلا، أعرف اللي بعد إلا يعرب إيه. طيب هو نوع الاستثناء هنا إيه؟ نوع الاستثناء ناقص منفي، ناقص منفي. اللي بعد الا ازاي اعرف ازاي اشيل النفي والاستثناء وشوف. يعرف للفضل فضله المتميزون، المتميزون دي تعرب ايه؟ فاعل مرفوع بالواو. هاجي احط غير، هقول ايه؟ لا يعرف للفضل فضله غير المتميزين. طب ليه؟ اللي بيجي بعد غير بيعرب مضاف إليه وأنا مغمض، اللي بيجي بعد غير وأنا مغمض بيعرب مضاف إليه، فعشان كده بقى مضاف إليه مجرور بالياء، فعشان كده خليته الإيه؟ المتميزين. طب قال لي اعرب غير، غير يا سنة تالتة بتاخد إعراب اللي بعد إلا، اللي بعد إلا هنا ده فاعل مرفوع، فهي هتبقى فاعل مرفوع. طب ده فاعل مرفوع بالواو، ينفع أقول بالواو؟ لا، غير مش جمع مذكر سالم، هقول فاعل مرفوع بالضم. مش فاهم يا أستاذ صلاح، حاضر ناخد جملة تانية. بص يا حبيبي، قال لي مثلا إيه؟ ما أنتم إلا مجتهدون. ضع سوى مكان إلا واعرب سوى ما وما بعدها. خد بالك إن سوى زي غير بالظبط، بس دي بتعرب بعلامات مقدرة. ضع سوى مكان إلا واعرب سوى وما بعدها. طب تعال نشوف كده، شيل النفي والاستثناء وشوف لي الإعراب بتاع ما بعد إلا إيه. أدي شلت النفي وادي شلت الاستثناء. انتم مجتهدون، مجتهدون دي تعرب ايه؟ مجتهدون دي تعرب خبر، انتم مجتهدون جملة اسمية، انتم مجتهدون. هقول ايه؟ خبر مرفوع بالواو. حاجة احط بقى غير، هقول ايه؟ ها، ما أنتم غير أو سوى، ما هي هي، خلي هو طالب سوى ماشي، سوى مجتهدين. طب ليه؟ اللي بيجي بعد غير أو سوى مضاف إليه، يبقى ده مضاف إليه مجرور بالياء. طب سوى هي اللي بعد الا هنا معربه ايه؟ خبر مرفوع بالواو. يبقى هقول سوى خبر بس مش مرفوع بالواو، مرفوع بايه؟ بالضمه، وهزود الضمه لايه؟ المقدره. ليه؟ لان سوى بتاخد اعراب الاسم المكسور فبتعرب بعلامات مقدره. طب ليه ما قلناش بالواو؟ مش بتاخد اعراب اللي بعد الا؟ لا، اللي بعد الا هنا ده جمع مذكر سالم، هي مش جمع مذكر سالم، هي بتاخد الاعراب ما بتاخدش علامه الاعراب. طيب بص،
سؤال تاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي برضو صحح الخطأ. صحح الخطأ فيما يلي. نعم، بدأ المعلم أن يشرح. بدأ المعلم أن يشرح. طب إيه الغلط هنا؟ الغلط إن بدأ دي من أفعال الشروع. بدأ أو أخذ وشرع من أفعال الشروع، وأنشأ طبعا بتعمل عمل كان، بس بشرط يكون الخبر جملة فعلية. ما هو الخبر جملة فعلية أهو، بس أفعال الشروع يمتنع دخول أن، ما ينفعش يدخل أن مع الخبر الجملة الفعلية. فهقول بدأ المعلم ها يشرح، لأن أفعال الشروع يمتنع دخول أن. كاد وقرب، اللي هي أنا عندي أفعال المقاربة والرجاء والشروع، تعمل عمل كان وأخواتها، بشرط أن يكون الخبر جملة فعلية. كاد وقرب، إيه حكم اقتران الخبر بأن؟ كاد وقرب يقل، عسى وأوشك يقصر، حرى وخلولق يجب، أفعال الشروع يمتنع. فعشان كده هنا ما ينفعش يدخل أن، فشلت أن، ويبقى بدأ المعلم يشرح. بكده طلاب الأعزاء يكون انتهينا من النموذج النحو اللي احنا اشتغلناه مع بعض. النهاردة احنا قدرنا يعني نحط ايدينا على اهم النقاط الاساسية في كتابة موضوع التعبير، وازاي ننظم الوقت، والاعرابات الثابتة او الاعرابات، وازاي نعرب، وكمان حلينا مع بعض نموذج نحو شامل. باذن الله يكون في قدر من التوفيق في ان احنا قدرنا نوصل لكم قدر كبير من المعلومات النهاردة. قبل ما انهي يا الطلاب الاعزاء، لان الوقت داهمنا، أذكركم أنه لم يتبقى إلا 10 أيام، ودائما أذكركم حتى تكونوا على قدر المسؤولية، وأنا على ثقة فيكم تماما أنكم ستكونون بإذن الله على قدر المسؤولية، وندعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق بإذن الله. طلاب الأعزاء، كنا معكم على مدار ساعتين، فإلى أن نلتقي بكم، لكم منا أطيب الأمان، والسلام عليكم ورحمة الله.